فضيلة الشيخ، يقول السائل: هناك رجل يتداوى بالبصل ويتخلف دائما عن الصلوات، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز له يذهب إلى المسجد وفي رائحة البصل، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي الناس، لكن عليه أنه يطبخ البصل حتى تذهب رائحته، قوله صلى الله عليه وسلم: إن كان لابد آكلوهما فاقتلوهما طبخا، أو أنه ما يأكل البصل وقت قرب وقت الصلاة، ما يأكله قرب وقت الصلاة، يأكله في وقت بعيد عن الصلاة، مثل بالليل، مثل بعد صلاة الفجر، حتى يزول قبل وقت الظهر ويزول قبل الفجر، يأكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة. نعم.